إذا الغيم تنهمر الحروف لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاز الوقوف. يقول البحتري: وإذا اجتداه المجتدون فإنه يهب العلا في نيله الموهوب. ويقول أبو الطيب: إذا كسب الناس المعالي بالندى فإنك تعطي في نداك المعالية. السلام عليكم. ورد في القرآن الكريم وفي لغة العرب هذه الأفعال الثلاثة: صنع وفعل وعمل، فما الفرق بينها؟ الصنع إجادة الفعل، يقول تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. للإجادة يقال للحاذق المجيد صنع، وللحاذقة المجيدة صناع، فكل صنع فعل وليس كل فعل صنع. والصنع لا ينسب إلى الحيوانات والجمادات، أما الفعل فهو عام لما كان بعلم أو غير علم، وبقصد أو غير قصد، ولما كان من الإنسان والحيوان والجماد. يقول تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وأما العمل فهو كل فعل يكون من الإنسان بقصد، وهو أخص من الفعل، والعمل يستعمل في الأعمال الصالحة والسيئة على السواء. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي موضع آخر جاء في القرآن الكريم: من يعمل سوءا يجز به. وقال الله تعالى: ونجني من فرعون وعمله. وذلك على لسان موسى عليه السلام. من عادة المؤلفين في بداية كتبهم أنهم يكتبون صفحة إهداء لمن ترك فيهم أثراً. في العقود الأخيرة صار لكل مؤلف فلسفته الخاصة في صفحة الإهداء. تنطلق هذه الفلسفة من عوامل نفسية فيها من الإبداع والجمال ما فيها. من روائع الإهداءات مثلاً ما جاء في كتاب أدهم شرقاوي كش ملك، يقول في الإهداء إلى معلم اللغة العربية الذي قذف دفتر التعبير في وجهي وقال: ستموت قبل أن تكتب جملة مفيدة. وهذا في البلاغة تأكيد الذم بما يشبه المدح. ومنها إهداء غازي القصيبي رحمه الله في ديوان ورود على ضفائر سناء، يقول: إلى ابني فارس الذي يقول دائما: نادني عندما تكتب شعرا لأرى كيف. وفي كتابها كوابيس بيروت تقول غادة السمان: أهدي هذه الرواية إلى عمال المطبعة الذين يصفون في هذه اللحظة حروفها رغم زوبعة الصواريخ والقنابل، وهم يعرفون أن الكتاب لن يحمل أسماءهم. ومن الإهداءات المؤثرة أيضا ما كتبه غسان كنفاني في مقدمة روايته أرض البرتقال الحزين: إلى من استشهد في سبيل أرض البرتقال الحزين، وإلى من لم يستشهد بعد، فكأنه أهداه لنفسه أيضا. البرد ضد الحر، والبرد الثبات أيضا، ومنه قولهم: برد لي حقي على فلان، أي وجب وثبت. والبرد النوم، ومنه قولهم: منع البرد البردة، الأول معروف والثاني هو النوم. والبرد مصدر بردت عيني أبردها بردا،
فعندما تقول بردت عينه أي سكن ألمها، والبرود كحل يبرد العينين من الحر، والبرد الموت لأنه عدم حرارة الروح، والبرد الهزال يقال فلان بارد العظام إذا كان مهزولا، ويقال فلان حار العظام إذا كان سمينا ممخا. ما العمر ما طالت به الدهور، العمر ما تم به السرور. سئلت أعرابية ما السرور؟ فقالت كفاية ووطن وسلامة وسكن. وقالت امرأة من العرب لابنها يا بني إذا رأيت المال مقبلا فأنفق، فإن ذهابه فيما تريد خير من ذهابه فيما لا تريد. أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. يقول العرب آل الرجل إذا حلف، وأبلى إذا اجتهد في صفة حرب أو كرم، وأجلى إذا خرج من بلاده إلى غيرها، وأجلى غيره إذا أخرجه، وأتلى إذا أكلت إبله في المرعى يتلو بعضها بعضا، وأخلى على اللبن إذا لم يشرب غيره، وأشلى إذا دعا عنزه أو غيرها ليحلبها، وأصلى إذا ألقى الشيء في النار ليحرقه، وأسلى إذا سلى حزينا عن حزنه، وأطلى إذا مال، وذلك إذا مالت عنقه للموت أو لغيره. تقول العرب في أمثالها إذا لم تغلب فاخلب، فما قصة هذا المثل وما معناه؟ معناه إذا لم تدرك الحاجة بالغلبة والاستعلاء فاطلبها بالرفق والمداراة. ومنه قيل برق خلب إذا ومض من غير مطر، كأنه يخدع المتوسمين، ويراد في المثل الخدعة في الحرب. وقد قيل نفاذ الرأي في الحرب أنفذ من الطعن والضرب. وقيل معناه إذا لم تغلب عدوك بجلدك وقوتك فاخدعه وامكر به واحتل عليه، فإن المماكرة في الحرب أبلغ من المكاثرة والقوة. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، وهو القائل الحرب خدعة. يستخدم كثير من الناس كاف التشبيه على وجه خطأ، يقولون مثلاً أنا كجندي أرفض هذه المعركة، وبصفتي كمتخصص أراها غير صحيحة. أنت جندي فلماذا تضع كاف التشبيه؟ وأنت متخصص أيضاً فلا تحتاج للتشبيه. الصواب والأفصح أن نقول لأنني جندي أرفض هذه المعركة، ولأنني متخصص أراها غير صحيحة. أما ما عدا ذلك من الكلام فهو من التعابير المستوردة. اجتمع ثلاثة حساد فقال أحدهم لصاحبه ما بلغ من حسدك؟ فقال ما اشتهيت أن أفعل بأحد خيرا قط. فقال له صاحبه أنت رجل صالح، أما أنا فما اشتهيت أن يفعل أحد بأحد خيرا قط. فسمعهما الثالث فقال والله ما في الأرض أصلح منكما، فإني ما اشتهيت أن يفعل بي أحد خيرا قط.
وقد قال العرب عن الحسد: وأظلم أهل الأرض من بات حاسداً لمن بات في نعمائه يتقلب. وعن الحسد أيضاً قالوا: وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. في تويتر سألتكم: أين خبأ العرب فلسفتهم؟ فيما لي أستعرض معكم بعض ما وصلني من المشاركات. هذه مشاركة من أبو هاشم الجهني يقول: تسائلنا عن العرب وفلسفة لهم كانت، فخذ من شعرهم طرفا وأبياتا بها زانت، وخذ قصصا تجد حكما وأمثالا لها دانت، كذاك تجبك خاطرة لها الأذهان قد لانت، فلاسفة بها كنا وإن هن فما هانت. هذه خاطرة يبدو أنه كتبها أو نظمها من أجل أن يجيب على هذا السؤال. شمسان عبد الله يقول: فلسفة العرب تبدو واضحة وجلية في أشعارهم وفي معلقاتهم الخالدة. دكتور فيصل يقول: في أدب الوصايا، وهذا باب جدير أن يطرق، إسراء الجبوري تقول: في شعر أبي العلاء المعري، وعند الحديث عن أبي العلاء لا يسعك إلا أن تذكر فلسفته في رسالة الغفران، في اللزوميات، في سقط الزند، وفي الكثير من الأشعار والمؤلفات. أبو العلاء المعري هو الذي يقول: منك الصدود ومني بالصدود رضا، من ذا علي بهذا في هواك قضى، بمنك ما لو غدا بالشمس ما طلعت، من الكآبة أو بالبرق ما ومضى، وقد تعوضت عن كل بمشبهه، فما وجدت لأيام الصبا عوضا، وقد غرضت من الدنيا، فهل زمني معط حياتي لغر بعد ما غرضا. إذا الفتى ذم عيشا في شبيبته، فما يقول إذا عهد الشباب مضى. هذا أبو العلاء، هذا حكيم المعرة. عمر ميموني يقول: توجد في علم أصول الفقه. وأحمد الخزاعي يقول: توجد في شعر الحكمة. ومحمد يوسف تقول: توجد في أوجاعهم. ديم تقول: في ترجمتها، حيث حفظت الترجمة علوم الأوائل ودمجتها في صيغة فلسفة إسلامية، وازدهرت بعدها حركة خصبة لتبادل الأفكار بفعل تنقل العلماء بين المناطق المختلفة. عبد الله بن يوسف يقول: في صحرائهم. ورنيم تقول: في عبارهم الساحرة وعباراتهم الآثرة. هل هي الأثيرة أم الآثرة أم الآسرة؟ لا أدري ماذا تقصد. مشاركة أخيرة من أحمد رحماني يقول: العرب لا يتفلسفون، فهم لا يحبون التكلف. أحمد رحماني على ما يبدو أخذ المعنى السلبي، أخذ الفلسفة بمعناها وكأنها التعالم أو التذاكي أو التشدق، في حين أن الفلسفة يا أحمد بمعناها الحرفي مؤلفة من شقين: فيلوسوفي، فيلو هو الحب، وسوفي هي الحكمة، ومعناها حب الحكمة. لكن الاختلاف الدلالي للمصطلح فيما بعد أخذها إلى مناطق سلبية نوعا ما. ألا ترى أن المسجد الشهير في إسطنبول اسمه آيا صوفيا، وهو يعني بيت الحكمة؟ فنحن عندما نقول الفلسفة، فلسفة العرب التي خبأوها، نحن نقصد الحكمة، نقصد المشاعر المؤدية، المعاني المؤدية إلى الحكمة في الأشعار وفي الوصايا وفي الحكم وفي غير ذلك. أشكر لكم
كل هذه المشاركات الجميلة، وأذكركم بأن تضعوا وسم تأملات الجزيرة عند كل مشاركة. أحدثكم عن عالم من علماء المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية، عن حمد الجاسر. أحدثكم، دخل الخريج الجديد الصف ليدرس التلاميذ في ينبع بالمملكة العربية السعودية، وقيل له إنهم قد وصلوا إلى قصيدة أبي العلاء: ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. وعندما بلغ البيت القائل: يهم الليالي بعض ما أنا حامل، ويثقل رضوى دون ما أنا حامل، قال للتلاميذ: إن رضوى جبل بالمدينة. فصاح التلاميذ بصوت واحد: انظر من النافذة يا أستاذ، ذاك هو جبل رضوى. فعرف حمد الجاسر أن العلم الذي قرأه في الكتب ليس القول الفصل، ثم عرف أن رضوى اسم يطلق على جبال عدة، منها جبل قيل إنه سيظهر عليه المهدي المنتظر. وبدأت رحلة حمد الجاسر مع الجغرافيا ثم مع الترحال، لقبوه بعلامة الجزيرة العربية، وظل يكره هذا اللقب ويقول: كأنكم تزعمون أن الناس في جزيرة العرب جهلة، والأمر بخلاف ذلك. ارتحل حمد الجاسر في جزيرة العرب طولاً وعرضاً، ثم لم يدع بلداً عربياً إلا زاره وأقام فيه مدة تطول أو تقصر. وكتابة حمد الجاسر تجمع بين التوثيق والطرفة، يقول لك إنه لم يملك نقوداً لدفع أجرة الحافلة في تونس، فدفع الأجرة عنه رجل تونسي، ويصر على أن يذكر اسم ذلك الرجل. كانت للجاسر في بيروت التي أقام بها زمناً مكتبة عامرة بالمخطوطات، واحترقت فذاب حسرة عليها، ولكن السعي وراء المخطوطات الجغرافية ظل هاجسه حتى النهاية. تراه يتحدث عن المخطوطات وتصغي بكل حواسك رغم أنك لست مهتماً بالأمر. ما يجذبك ويمتعك هو في شغفه واندفاعه في الحديث، إنه يتكلم عن المخطوطات القديمة كأنه يناجي أحباءه. وينبهنا الدكتور إبراهيم الدويري إلى جانب مهم من جوانب ثقافة الجاسر، وهو علاقاته بالعلماء، فهو ينزل في كل بلد على قوم لهم بالعلم صلة متينة، يتاجر معهم، يعطيهم علما ويأخذ منهم علما، وقد يبخل عليه الباخلون بالعلم أو بمخطوطة نادرة فيأخذهم بالحيلة أو بحسن التأتي. كان رجلاً صريحاً لا يعفي الباخلين بعلمهم أو بمخطوطاتهم من النقد. حمد الجاسر سعودي نجدي، وثق جغرافية الجزيرة العربية كلها في مجلدات كثيرة، واهتم على وجه الخصوص بالجغرافيا التاريخية إذا صح القول. درس الأماكن التي كان فيها قوم عاد وثمود وأصحاب الرس وقوم مدين، وهو عالم متين لا يأخذ بالخرافة ولا يرضى ما يرضاه الكثيرون من العلم الزائف، ويقول: إن كثيرا من التاريخ خرافة، وإن الأنساب خرافة الخرافة. وكان عالما بالأنساب يهتم بها لغرض الدراسة الاجتماعية لا لغرض رفع قوم على قوم، وله في دراسة الأنساب 3 مجلدات. كان حمد الجاسر عضواً عاملاً في مجمع القاهرة، وعضواً بالمراسلة في معظم المجامع الأخرى، وكان من أفصح الناس لساناً وأبلغهم بياناً. منذ زمن البلاذري صاحب فتوح البلدان لم يعرف العرب رحالةً ونسابة كحمد الجاسر. وتميز حمد الجاسر بالأمانة العلمية والتدقيق على أفضل ما عرفته التقاليد الأكاديمية الحديثة.
توفي حمد الجاسر عن 90 سنة شمسية في عام 2000، ولا نذكر حفلات التكريم وعشرات الأوسمة التي نالها، ليس لكثرتها فحسب، بل لأن الحصيلة العلمية التي تركها حمد الجاسر على هيئة مؤلفات وتحقيقات أعلى قدراً من كل تكريم ومن كل وسام. حمد الجاسر السعودي النجدي الذي وثق جغرافية الجزيرة العربية. يقول شاعر دمشق نزار قباني: لا تطلبي مني حساب حياتي، إن الحديث يطول يا مولاتي، كل العصور أنا بها، فكأنما عمري ملايين من السنوات تعبت من السفر الطويل حقائبي، وتعبت من خيلي ومن غزواتي. ويقول محدثكم: ومترفة تماد الحسن فيها كعاصمة لأقطار الجمال، تسائلني عداد سنين عمري، فقلت لها: وما لك في السؤال، على وجع الرمال كتبت عمري، فقص العمر من أثر الرمال، وغضي عن مشيب الرأس طرفا، فما شابت عزومي في المعالي. السلام عليكم.